بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد المملكة العربية السعودية المحترم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المحترمين، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية المحترم، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المحترم، السيدات والسادة المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذه الكلمة أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللشعب السعودي الشقيق على استضافة أعمال هذه القمة التي تأتي بظروف عصيبة تتمثل بالجرائم التي يرتكبها على مدار الساعة جيش الاحتلال في محاولة بائسة لإجهاز على قضية الفلسطينية وعلى حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني بمجملها. إن العراق يجدد موقفه الثابت والداعي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. يرفض العراق سياسات الانتقام والعقاب الجماعي التي ينتهجها المحتل بحق الشعب الفلسطيني، كما يدين العراق بشدة الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية الإنسانية، سيما جرائم استهداف المجمعات السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية التي نتج عنها سقوط آلاف من الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. من هذا المنبر يدعو العراق لوضع إطار عملي لأخذ بزمام الأمور وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه المجازر، وذلك عبر ما يلي. أولاً، الدعوة للمجتمع الدولي للتحرك الجاد لإدانة الهجوم الممنهج والانتهاكات الخطيرة واستهداف مؤسسات المدنية في قطاع غزة، ويتبع ذلك الوقف الفوري لأعمال الحربية. ثانياً، التحرك السريع والجاد لأجل السماح لقوافل المساعدات الإنسانية بالدخول إلى أراضي الفلسطينية فوراً ومن دون قيود. ثالثاً، التأكيد على أن قطع الاتصالات عن قطاع غزة يهدف إلى عزل أكثر من 2 مليون إنسان وإخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال هناك عن العالم، فضلاً عن إعاقة مهام المنظمات الدولية وبالأخص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين أونروا. رابعاً، إن ما يرتكبه جيش الاحتلال في غزة ما هو إلا تجسيد للسياسة العنصرية القائمة على تهجير ومصادرة أراضي وتهويد المناطق الفلسطينية وتوسيع بناء المستوطنات. إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من أعمال وحشية الآن هي محاولة مجرمة تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من ديارهم، وهذه السياسة بائسة ومرفوضة رفضاً باتاً، مع التأكيد حق اللاجئين والمهاجرين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم ومناطقهم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إن جمهورية العراق التي ساندت على الدوام قضية الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل حقوقه المشروعة تنظر بقلق شديد إلى معاناة الإنسانية التي تطال الفلسطينيين وسط صمت دولي غريب وغير مبرر، وبما ينذر بمزيد من الاحتقان ويكرس مناخ التوتر والتنامي التأزيم في المنطقة ويعيق الوصول إلى حد عال ونهائي. نجدد موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه الاعتداءات الوحشية المستمرة، ونؤكد على تضامن جمهورية العراق المطلق مع الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.